السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. نلتقي مجددا مع درس بعنوان المسافة على التصميم. إذا نأخذ الوضعية. إذا العنوان هي المسافة على التصميم (Distance sur le plan). الأهداف: يحدد مسافات حقيقية انطلاقا من مسافات على التصميم، يقيس مسافات على التصميم، يحل وضعية مسألة مرتبطة بقياس مسافات حقيقية انطلاقا من تصميم. إذا لاحظ معي هذه الوضعية المقترحة هنا، وضع مهندس معماري التصميم التالي للمنزل الذي ينوي والد جمال بناؤه. لاحظ معي الشكل هنا، أعطونا هذا الرسم عبارة عن مستطيل، إذا طوله يساوي 12 سنتيمتر وعرضه يساوي 9 سنتيمتر، ثم أعطونا السلم الذي هو 1/100. لاحظ ماذا قال هنا، إذا علمت أن 1 سنتيمتر على التصميم يمثل 100 سنتيمتر على الأرض، يعني يعطينا مفهوم لهذا السلم، يقول أن كل 1 سنتيمتر على التصميم يمثل لنا 100 سنتيمتر على الأرض. إذا السؤال ماذا قال، أحسب البعدين الحقيقيين بالمتر والمساحة الحقيقية بالمتر المربع لهذا المنزل. إذا هنا يقصدون بالبعد، دائما البعد يقصد به ماذا؟ الطول أو الطول والعرض، البعدين، وعندما يذكر لك الأبعاد الطول والعرض والارتفاع. إذا سبق لنا أن شرحنا هذا المفهوم. إذا البعدين هو الطول والعرض، وعندما يقول لك الأبعاد معناه طول وعرض وارتفاع. إذا نبحث عن البعدين، معنى نبحث عن الطول والعرض الحقيقي بالمتر والمساحة الحقيقية اللي بالمتر مربع لهذا المنزل. إذا سأترك مجال للتفكير شيئا ما. إذا لكي نجيب عن هذا السؤال لابد أولا أن نفهم ما معنى أولا السلم، لأنه هنا ذكرنا السلم. إذا السلم هو ماذا؟ لاحظ معي هنا، السلم كتب هنا على شكل عدد كسري. إذا السلم كتب لنا على شكل كسري، معناه 1/100. إذا هنا أعطونا 1/100، وماذا قالوا؟ كل 1 سنتيمتر على التصميم، إذا كل 1 سنتيمتر على التصميم يمثل لنا 100 سنتيمتر على الواقع. معناه ماذا؟ معناه أن هذا الواحد هو ماذا؟ هو المسافة على التصميم، ويكون دائما الوحدة ديالو هي السنتيمتر بالسنتيمتر، ومئة هي المسافة الحقيقية، إذا كذلك بالسنتيمتر، يجب أن يكون لهما نفس الوحدة. المسافة على التصميم هي البعد الحقيقي، كأننا نقول البعد الحقيقي، إذا البعد على التصميم، إذا البعد المصغر، إذا هو البعد المصغر، وهذا هو البعد الحقيقي. واضح؟ إذا عندما نسمع المسافة على التصميم أو المسافة على الخرائط أو المسافة على الرسومات، فإن هي المسافة على ماذا؟ هو البعد المصغر، يعني المسافات الصغيرة، إذا البعد المصغر، و100 سنتيمتر هي المسافة الحقيقية، معناه البعد الحقيقي. إذا هذا هو مفهوم السلم. إذا السلم هو يكتب على شكل عدد كسري، دائما بسطه يساوي 1. الأرض البال هنايا، دائما البسط ديال السلم يكون على شكل 1. إذا وهنا يكتب على شكل عدد، دائما يكون على شكل، وهنا يكون على هنا يكون عدد، كيفما كان هذا العدد الذي يطلبونه منك، ودائما البسط يكون على هو 1. إذا قلنا 1 هو المسافة على التصميم بالسنتيمتر، معنى البعد المصغر، و100 هي المسافة الحقيقية بالسنتيمتر، يعني البعد الحقيقي. إذا كما أعطونا هنا، إذا علمت أن كل 1 سنتيمتر على التصميم يمثل 100 سنتيمتر على الأرض. إذا هنا طلبوا منا البعدين. إذا قلنا دائما عندما ترى البعدين يقصد به ماذا؟ يقصد به الطول والعرض، وعندما تسمع أبعاد فهو يقصد به الطول العرض والارتفاع. إذا هذه العناصر خاص تكون لابد أن تعرفهم جيدا. إذا عندما يطلب منك البعدين معناه الطول والعرض، وعندما يطلب منك الأبعاد معناه الطول والعرض والارتفاع.
واضح؟ إذن هذا بالنسبة للسلم. إذن كيف سوف نجيب عن هذا كيف سوف نجيب عن هذا النشاط؟ إذن هنا سبق لنا أن تعرفنا على الدروس السابقة مثل درس التناسبية وكذلك درس ديال تصغير وتكبير الأشكال. إذن سنستعمل درس التناسبية. إذن نستعمل هنا جدول. لاحظ معي هذا الجدول. إذن هو جدول تناسبية. إذن هنا كتبت هنا المسافة على التصميم بالسنتيمتر، المسافة الحقيقية بالسنتيمتر، ثم المسافة الحقيقية بالمتر، لأن هنا طلبونا بالمتر. إذن نحولها إلى المتر. هنا وضعت الطول وهنا العرض. إذن المسافة على التصميم أعطونا الطول هو ماذا؟ إذن الطول هو 12 سنتيمتر وأعطونا العرض هو 9 سنتيمتر. إذن كيف نجد المسافة الحقيقية بالنسبة للطول وبالنسبة للعرض؟ إذن نعلم أن أعطونا هنا أن السلم يساوي 1/100، معناه أن معامل التناسب سوف نضرب ماذا؟ في 100 لكي نجد المسافة الحقيقية. معناه ماذا؟ قلنا أن كل 1 سنتيمتر على التصميم، يعني كل 1 على التصميم يعطينا 100. واضح؟ إذن كل 1 على التصميم فهو يعطينا 100 سنتيمتر في الواقع. إذن كذلك هنا، إذن 12 سوف نضربها في 100 فهي تعطينا ماذا؟ فهي تعطينا 1200. بالنسبة للعرض كذلك 9 في 100 فهي كذلك تساوي 900. إذن لدينا 1200 ماذا؟ سنتيمتر. سوف نحوله إلى المتر. إذن هنا لدينا السنتيمتر، ديسيمتر، المتر يساوي لدينا 12. نفس الشيء هنا، السنتيمتر، الديسيمتر، المتر، إذن هي 9. إذن المسافة الحقيقية هي ماذا؟ هي 12 متر وبالنسبة للطول و9 متر بالنسبة للعرض. إذن السؤال الثاني ماذا قال؟ أحسب البعدين الحقيقي بالمتر والمساحة الحقيقية. إذن نبحث عن المساحة، ماذا المساحة المستطيل؟ ماذا هنا الشكل أو الرسم على شكل مستطيل؟ إذن نبحث عن المساحة المستطيل، وقلنا أن مساحة المستطيل ما تساوي؟ تساوي الطول في العرض. واضح؟ إذن هنا وجدنا أن الطول يساوي 12 متر في ماذا؟ في 9 متر. معناه هنا 12 في 9 إذن تساوي لنا ماذا؟ إذن 9 في 2 تساوي 18 واحتفظ بواحد، 9 في 1 9 زائد 1 تساوي 10 ماذا؟ متر مربع. لماذا قمنا هنا بالمتر مربع؟ لأن قلنا المساحة تقاس بالوحدة المربعة، إذن نكتب متر مربع. واضح؟ إذن هذا هو الجواب. إذن هنا قلنا أن السلم ماذا؟ إذن هو السلم مفهوم ديالو أن كل 1 سنتيمتر، أن كل 1 سنتيمتر في على التصميم يمثل لنا 100 سنتيمتر على الواقع. إذن هذا السلم إذن هو ماذا؟ هو معامل التناسب. إذن هو معامل التناسب. إذن السلم هو معامل التناسب. واضح؟ إذن هذا ما الآن سنكتبه، نأخذ الجواب. لاحظ معي هنا، إذن نستعمل جدول التناسب. إذن المسافة هنا كما وضعت، إذن المسافة على التصميم بالسنتيمتر، المسافة الحقيقية بالسنتيمتر، ثم هنا حولتها إلى ماذا؟ إلى المتر. إذن المسافة الحقيقية بالمتر. إذن وجدنا أنها 12 متر والعرض يساوي 9 متر. إذن قلنا أن الطول الحقيقي ماذا يساوي؟ إذن أخذنا 12 وضربناها في 100 أعطتنا 1200 سنتيمتر، وحولناها إلى المتر أعطتنا 12 متر. بالنسبة للعرض كذلك 9 ضربناها في 100 إذن أعطتنا 900 سنتيمتر يساوي 9 متر. إذن المساحة الحقيقية نضرب الطول في العرض، معناه 12 في 9 عطتنا 108 متر مربع. إذا الآن تعريف مفهوم السلم. إذا 1/100 يعني 1 سنتيمتر على التصميم يمثل 100 سنتيمتر على الأرض، معناه على الواقع. معامل هو كذلك هو معامل التناسب كما قلنا، إذن هو معامل تناسب. البعدين على التصميم، متنسمعوا البعدين على التصميم معناه تصغير البعدين الحقيقيين. إذن عندما مثلا مهندس أراد مثلا بناء مثلا حديقة أو مدرسة أو مسجد، لابد أن يرسم لنا على ورقة تصميما صغيرا. واضح؟ لماذا؟ باش تدينا واحد صورة مصغرة ماذا؟ للأبعاد الحقيقية الموجودة على أرض الواقع. إذن داكشي علاش البعدين على التصميم هو تصغير البعدين الحقيقيين باستعمال السلم. إذن دائما يلزمنا السلم، ضروري لنتمكن من رسم التصميم على الورقة. واضح؟ إذن دائما يلزمنا السلم لرسم تصغير أو رسم تصغير مصغر على الورقة. البعدين الحقيقيين هما البعدان على الأرض، يعني على الواقع، يعني على الواقع قبل تصغيرهما. إذن قبل تصغيرهما 100 مرة، إذن قسم كل منهما على 100. واضح؟ إذن هذا بالنسبة للاستنتاج. الآن نأخذ الخلاصة.
إذن من هنا سنتج ماذا الخلاصة الآن؟ إذن السلم يكسب على شكل كسر بسطه واحد دائما. إذن قلنا دائما السلم يكسب على شكل عدد كسري، يكسب على شكل عدد كسري، بسطه دائما واحد، وفي الأسفل يكون على هنا عدد. إذن دائما يكون هنا عدد حسب المطلوب، حسب السلم الذي يعطونك إياه. إذن إذا كان واحد على مئة أو واحد على مئتان أو واحد على خمسون أو واحد على عشرون إلى آخره، واضح؟ إذن البعد المصغر عفوا هو البعد على التصميم أو على ورقة، ويعبر عادة بالسنتيمتر. إذن دائما يكون قلنا المسافة على التصميم تكون بالسنتيمتر، والمسافة الحقيقية كذلك بالسنتيمتر. البعد الحقيقي هو البعد على الأرض، ويعبر عنه عادة بالمتر أو أحد مضاعفاته. إذن دائما تكون بالمتر، إذن البعد الحقيقي دائما نديره بالمتر أو مضاعفاته. إذا لك عندنا بالسنتيمتر نحوله إلى المتر باش ناخذ الأبعاد الحقيقية، واضح؟ إذا الخلاصة الآن، إذا المسافة الحقيقية، إذا المسافة الحقيقية ما تساوي؟ تساوي المسافة المصغرة في مقام السلم. ما معنى مقام السلم؟ إذا مقام السلم هو هذا، إذا هذا ما يسمى بالمقام. إذا هذا اللون هذا هو مقام السلم. إذا نضربه في 100 كما فعلنا هنا في بالنسبة للمتر. إذا أخذنا المسافة على التصميم وضربناها في 100 أعطتنا ماذا؟ المسافة الحقيقية. المسافة المصغرة فهي تساوي المسافة الحقيقية قسمة مقام السلم. معناه ماذا؟ معناه نأخذ 1200 ونقسمها، إذن هنا الجهة الأخرى ستكون نقسمها على 100 لكي نجد المسافة على التصميم. ثم السلم أو السلم ماذا يساوي؟ يساوي المسافة الحقيقية قسمة المسافة المصغرة. معناه من البغنى السلم عشان ندرس نأخذ المسافة الحقيقية قسمة على التصميم، المسافة على التصميم لكي نجد ماذا؟ معامل التناسب. وقلنا معامل التناسب هو ماذا؟ هو السلم. إذن دائما نأخذ عدد السطر الثاني ونقسم على عدد السطر الأول لكي نجد معامل التناسب. ومعامل التناسب قلنا هو ماذا؟ هو السلم الذي لدينا هنا هو 1 على 100، واضح؟ إذا فقط هنا انتبهوا دائما البعد المصغر والبعد الحقيقي، معنى المسافة على التصميم أو المسافة الحقيقية دائما يكون لهما نفس الوحدة. إذن دائما تتكون لهما نفس الوحدة. إذن خصنا نرد البال هنا دائما خص يكون عندهم نفس الوحدة، واضح؟ إذا ما كانش خصنا نديروا التحويلات. إذن دائما يكون لهما نفس الوحدة. إذن هذا هو درسنا اليوم، أتمنى أن يكون الدرس واضحا. مثلا نعطوا مثلا الخريطه، مثلا الخريطه اللي ردوا بالكم في الخريطه هي كذلك صوره مصغره لماذا؟ للابعاد الحقيقيه الموجوده على ارض الواقع. تلقى دائما في الخريطه تلقى واحد المقياس دائما في الخريطه، تلقى واحد المقياس ديال اللي بحال هكا. ردوا بالكم دائما، رد لي بال لحظه غتبان لك. دائما تديرك مثلا من صفر حتى مثلا هنايا، مثلا تيقول لك مثلا 500 كيلومتر مثلا، دائما تلقى واحد السلم كاين هنايا. إذا ردوا بالكم هذاك السلم هو ماذا؟ هو الذي هو المقياس الذي يعبر عن ماذا؟ عن الخريطة المصغرة لدينا، واضح؟ إذا هنا بالنسبة للخريطة هي صورة مصغرة للأبعاد الحقيقية. علاش؟ لأن دوك المسافات بين المدن تتكون دائما كبيرة. إذا باش نصغروها باش نمثلوها على الرسم، إذا دائما نلجأ إلى ماذا؟ إلى نقوم بتصغير هذه المسافات الحقيقية باش نمثلوها على الخريطة، واضح؟ إذن هذا بالنسبة لي، هذا هو الدرس. أتمنى أن يكون الدرس واضحا. إذن من فضلك خذ تمارين الكراسة صفحة 110-111 من تمرين 1 إلى تمرين 8، وإلى اللقاء مع حصتي التصحيح.